صباح الفل صباح الفل، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ لسه خارج من البيت رايح الكورس. في موضوع عاوز اتكلم معاكم فيه النهارده. حد من المتابعين المحترمين قال لي خالد اعمل مقارنه بين اوكرانيا وبين المانيا. بيني وبينكم الكلمه او التعليق نفسه لفت نظري جدا. يعني ايه اعمل مقارنه بين اوكرانيا وبين المانيا؟ مفيش وجه مقارنه. طيب انت حابب تعيش فين؟ ممكن السؤال نغيره، او ممكن نتكلم في اوكرانيا والمانيا، ايه السلبيات وايه الايجابيات في هذا البلد وذاك البلد. يلا بينا، الاشاره قافله اياها الغرزه. صباح الفل، يلا بينا. لو الاستاذ اللي هو اسالني عن المقارنه بين اوكرانيا وبين المانيا قبل الحرب هجاوبك، وبعد الحرب برضه هجاوبك لاني عارف الاثنين. فنبدأ بألمانيا. ألمانيا بلد ممتازة في المعيشة، ولكنها بلد غالية، غالية جدا، ولكن مقياسا للمرتبات ودخول الناس فهي بالنسبة للمرتبات مش غالية، والله بالعكس بلد تعتبر رخيصة بالنسبة للمرتبات. نروح بقى لأوكرانيا في موضوع المرتبات. المرتبات في أوكرانيا كانت قبل الحرب صراحة ممتازة، والمصاريف ممتازة، فهتلاقيها متوازنة مع بعضها. طيب بعد الحرب، بعد الحرب تقريبا أوكرانيا بقت زي ألمانيا في الأسعار. طيب المرتبات زي ما هي؟ لا، المرتبات مش زي ما هي، لأني سألت في هذا الموضوع لقيت إن المرتبات زادت، ولكن القصة برضو في التعب. يعني زي مصر بتصرف كتير والدخل ضعيف، نفس القصة في أوكرانيا بتصرف كتير ده بعد الحرب والمرتبات ضعيفة. ف مش عارف أقول لك إيه، ولكن أوكرانيا من ناحية النظافة تكسب رقم واحد. أوكرانيا بلد نظيفة جدا ده قبل الحرب، وبعد الحرب بلد برضه نظيفة جدا، مع أن البنية التحتية اللي هي إيه؟ المباني، المصانع، الشركات، اقتصاد البلد، معرفش إيه، الحاجات دي كلها تندرج تحت البنية التحتية. البنية التحتية في ألمانيا هنا حدث ولا حرج، وأنتوا بتشوفوا في الفيديوهات. فخلينا ننزل المترو ونكمل بعد ما نخرج. أوكرانيا فيها مترو أنفاق، مترو الأنفاق اللي في أوكرانيا جميل جدا ونظيف ومصروف عليه، وتقريبا من أيام الحقبة السابقة اللي هو الاتحاد السوفيتي السابق، ولكن هم محافظين عليها أو عليه طريقة فوق ما تتصور. ألمانيا أيضا فيها مترو أنفاق، ومترو أنفاق قوي جدا، وشبكة عنكبوتية، وخصوصا داخل مدينة نورنبرغ. كل ده مقارنات بين ألمانيا وبين أوكرانيا. نكمل بره. كل مكان في المدينة بتلاقي محطات المترو الأنفاق. نفس القصة كانت في أوكرانيا، خصوصا مدينة خاركوف. أنا كنت عايش في مدينة ما فيهاش مترو أنفاق، مدينة صغيرة ولكنها كانت بتمتاز بطبيعة أكتر من البنية التحتية. فيها مصانع وفيها شركات وفيها حاجات كتيرة، ولكنها كان الطابع الأغلب عليها الطبيعة، غابات، كلكم شفتوا في الفيديوهات القديمة. طيب ألمانيا برضو فيها غابات وفيها بركات وفيها حدائق مجانية زي اللي موجودة داخل أوكرانيا. نروح بقى لأهم شيء في الموضوع اللي دايما الجميع بيسأل عنه، ويبقى نيته ان هو يعرف أخلاقيات الناس في أوروبا. حبيب القلب، أخلاقيات الناس في أوروبا وعاداتهم وتقاليدهم تقريبا كلها واحد. يعني هتلاقي الستات بتلبس براحتها، وده مش مقياس ان الست دي تبقى عاهرة، والناس بتعيش براحتها وتعمل اللي هي عاوزاه وبيشربوا. وموضوع الشرب ده يا جماعة انا ماليش علاقة بيه، ولا انت ولا اي واحد بيخاف من ربنا. مين اللي بيحط هذه الاشياء في دماغه دايما بتبقى متثبتة في مخه وعقله وتفكيره وعقله الباطن زي ما بيقوله؟ هو البني ادم اللي هو اصلا مدمن الكحول او بيشرب او بيتنايل على عينه وعين اللي جابه. دي حاجة ما تخصناش، دايما بيسأل عنها، وده متاح ورخيص جدا، ارخص تقريبا من المية. كان في اوكرانيا نفس القصة وهنا نفس القصة، ولكن اخلاقيات الناس وعاداتهم وتقاليدهم بصرف النظر عن دينهم وايمانهم، والله العظيم تقدر تقول بلد مسلم بغير الاسلام. والله زي ما بكلمك كده، بلد مسلم بغير الاسلام، عدم الكذب، ضمير، خوف من ربنا زي ما بيقولوا. اشياء كتيره بيعملوها والله هي من اصل ديننا الاسلامي،
ولكن تيجي لعقائد الناس وإيمانهم. ألمانيا وأوكرانيا بلد مسيحي، وكل تقريبا أوروبا الدين الأول فيها تقريبا الدين المسيحي. فمواضيع كتير لما نخلص الكورس نحكي فيها، وهنكمل كلامنا في هذه المعضلة أو هذه المشكلة. يلا بينا على الكورس نتعلم، عشان البصمجية بيتغاظوا مننا ومنك ومن كل الناس المتعلمين، لأن للأسف فقد الشيء لا يعطيه هو بني آدم جاهل وفاقد هذا الجانب في حياته، فدايما حاقد على المتعلمين. وصلت، يلا بينا. لسه مخلص الكورس دلوقتي، ونكمل حديثنا عن المقارنة بين ألمانيا وأوكرانيا. خليني أقول أول حاجة بعد الكورس، الإنترنت. الإنترنت في ألمانيا قوي؟ قوي. الإنترنت في أوكرانيا قوي؟ قوي جدا. أنه أرخص قبل الحرب كانت أوكرانيا، بصراحة الإنترنت فيها مريح جدا وسريع جدا وخدماته كويسة، وفي نفس الوقت رخيص في الفلوس. في ألمانيا في هذا الوقت، ألمانيا طبعا أغلى، كل ما بتحتاج إنترنت أقوى في الميجات بتاعتك تدفع أكتر. فموضوع الإنترنت خلينا نقول متساوي ألمانيا مع أوكرانيا. يلا بينا ننطلق. طيب إيه الأشياء اللي ما بتعجبنيش وهي صح في ألمانيا؟ إن كل حاجة بقانون، كل حاجة ممنوعة، والناس بتركز فيها قوي. يعني هتسمع كلمات كتيرة جدا في اللغة الألمانية على رأسهم كلمة فيربوتن، ممنوع، القانون، معرفش إيه. فهتلاقي الحاجات دي كتيرة قوي. الكلام دون مقرف لبعض الناس. لو انت جاي من دولة عربية هتتعب في الاول، ان انت ممنوع ترمي في الارض، ممنوع تكسر اشارة مرور، ممنوع تعمل صوت عالي بعد الساعة كذا، ممنوع ممنوع ممنوع. هتلاقي نفسك في الاول زهقت وضايقت، فهمت؟ خصوصا لو انت عايش في مدينة. انا راح اجيب عيش، اجيب العيش ومكمل كلام. لسه بدري على السوبر ماركت، قلت اقول لكم حاجة كده جت في بالي وانا ماشي. الانفتاح يا جماعة والعلاقات بين الراجل والست في دولنا العربية مرفوضة. في أوروبا الموضوع ده عادي جدا وبيس، مفهوش أي مشكلة، وبترجع من شخص للتاني. أنت بتحب إيه وبتكره إيه؟ هل تقبل إن زوجتك تبقى ليها أصدقاء رجالة ولا لأ؟ كل هذه الأمور بترجع لدينك أنت وأخلاقك وتربيتك. الحمد لله رب العالمين إحنا صعايدة، مش هقول أكتر من كده. صباح الفل. اشتريت فلفل واشتريت الخبز اياه من السوبر ماركت اللي هو حلبجة دون، وهروح على البيت. واحنا ماشيين برضو هنكمل في موضوعنا، انا دخلت في شارع هادي عشان اعرف اتكلم معاه. المهم شيء اخر من ضمن خليني اسميها الافضلية، افضل من السلبيات والايجابيات. ايه هو الافضلية؟ لو حابب ان انت تعيش في المانيا عندك حلين. ايه هما الحلين؟ يا اما انك رجل غني، يا اما انك عندك شغل ثابت وبتاخد فيه مرتب كويس. المرتب الكويس اللي اقدر اعيش بيه داخل المانيا كام؟ يبقى مرتب كويس وممكن اخلي منه او احوش منه مبلغ ادخره لوقت عوزه، مش اقل من 2000 اورو. لا 2000 اورو يعيشوك؟ طبعا يعيشوني ملك في المانيا. ايجار الشقه ما بين 600 أورو وانت طالع إلى ما لا نهاية. وحاجة تانية عاوزين نقولها، إني حضرتك لما بتبقى عايش في البلد دون في خصومات كتيرة قوي انت بتستفاد بيها داخل السوبر ماركت. طيب أنا بحكي ليه الحكاية دي؟ هو احنا موضوعنا عن السلبيات ولا عن إن انت تعيش بكذا في البلد ده؟ أنا بحكي معاك يا حبيبي عشان انت تبقى فاهم القصة والموضوع والحدوتة، فهمت؟ طيب في أوكرانيا يكفيك كام في المعيشة؟ إيجار البيت، الأكل والشرب، الحاجات اللي انتوا عارفينها اللي احنا اتكلمنا عنها في ألمانيا. دلوقتي الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه، الدنيا في كل العالم انقلبت رأسا على عقب. فكان في أوكرانيا كان ممكن تأجر شقة ب 4000 جريفن، 5000 جريفن، 10000 جريفن، وبيبقى مرتبك أكتر من كده بكتير. فبتصرف وبتعيش وبتعيش كويس جدا، بتحوش. بتحوش بدليل الناس كتير قوي، انا اولهم، حوشنا الحمد لله وعملنا حساب بكره. فانت هتقعد بقى تصرف وتبعزق يمين وشمال، يبقى انت خسران، فهمت؟ خلينا نخش في هذا الشارع. والله كريم خرجت على الشارع العمومي والسوري.
بس ده مش موضوعنا برضه. صباح الفل. قيادة السيارات والسيارات في ألمانيا من السهل قوي 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 ان انت تبقى صاحب سيارة. ده موضوع تافه جدا. يعني لو معاك 1000 يورو ممكن تشتري سيارة، لو معاك 2000 يورو ممكن تشتري سيارة، 4 5 وانت طالع تشتري سيارة. المشكلة مش في السيارة ولا تمن السيارة، المشكلة في الرخصة. لازم يبقى عندك رخصة، لازم يكون عندك فورة شاي، فورة شاي. فدي لازم تكون موجودة معاك، اللي هي رخصة القيادة. من غير رخصة القيادة متعرفش تسوق. طب بتتكلف كام هنا في ألمانيا؟ هنا في ألمانيا اعمل حسابك في 2500 أورو، يعني ممكن تشتري عربية ب 2000 أورو أو ب 2500 أورو وتعمل رخصة قيادة ليك أنت ب 2500 أورو أو 3000 أورو. موضوع صعب جدا، وممكن بعد ده كله تسقط في الاختبارات، ممكن، وارد، فهمت؟ لكن في أوكرانيا، في أوكرانيا موضوع الفورة شاين دون كان بيكلف كام؟ بيكلف من 200 دولار ل 300 دولار، والله العظيم زي ما بكلمك كده. فالموضوع رخيص جدا، وبتتعمل لك ب 20 سنة أحيانا و 15 سنة أحيانا حسب الإقامة بتاعتك أو جواز سفرك، فهمت؟ فكان موضوع كبير وضخم، وكان عاوز حد يبقى متفرغ، وأنا ما كنتش فاضي للأسف. المهم حصل اللي حصل، وريتني كنت عملتها. يلا الحمد لله. القصد الرخص القيادة هنا مهمة جدا، لأن أنت عايش في دولة قانون. أوكرانيا دولة قانون آه، بس الموضوع فيها يعني عارف الدول اللي هي بتبقى مش غنية قوي بيبقى الموضوع فيها برضو فيه تسايب. ولكن صراحة اللي أنا شفته في أوكرانيا كانوا في احترام، والناس حتى الشرطة محترمين جدا. فخلاص بقى الحمد لله رب العالمين. يعني ده برضو بعض الأشياء اللي أنا حبيت إن أنا أقولها لحضراتكم. استنى بقى هوريك حاجة ما بتعجبنيش داخل ألمانيا. شارع زي ده، بص الشارع عامل إزاي. شارع جميل جدا ما شاء الله، يعني عماير وسور جميل قديم ومدينة حلوة وآخر الفخامة. بس إيه، وإنت ماشي بقى تلاقي أعقاب السجاير، يعني شايف الحاجات دي، شايف البتاعة دي، واحد شارب سجاير هو رامي هنا هو، والناس رامية ده مش عارف إيه، ده سيبك من ورق الشجر، ده مش زبالة، يعني حاجة زي كده، سيجارة زي دي، أعقاب، معرفش إيه الحاجات دي. بلد بينظفوا؟ آه بينظفوا صراحة، شايف عقب سيجارة. الحاجات دي ما بتعجبنيش داخل ألمانيا. في أوكرانيا مستحيل تلاقي حاجة زي كده. مستحيل في كل البلد؟ لا، ما قلتش مستحيل في كل البلد، بقول لك مستحيل في الشارع العمومي أو في محطات القطار أو المترو أو المستشفيات أو المدارس أو عملك نفسه تلاقي هذه الأشياء. مستحيل، لأن لما تعدي عربية الشرطة دي مستحيل تلاقي الأشياء دي في أوكرانيا، استحالة. والناس اللي عاشت في أوكرانيا يعلمون هذا. فبصراحة الجانب ده تنجح فيه أوكرانيا. طيب البنية التحتية، يعني انت عشان تحافظ على نظافة المكان بتوفر للناس سلل، مهملات كتيرة عشان الناس ما يبقى لهمش حجة ان هم يرموا، لانه لما يعدي الزفت ده كمان، علشان الناس ما يبقى لهمش حجة ان هم يرموا في الشارع. في اوكرانيا تقريبا سلة المهملات يا جماعة والسلة جارتها بينهم تقريبا 10 متر واقل من كده احيانا في بعض المناطق. يلا لشارع خضرة. فبصراحة برضو في أوكرانيا كانوا مهتمين قوي بحتة النظافة دي. طيب ألمانيا كلها فيها الأشياء دي في بعض الأماكن اللي بيبقى فيها مهاجرين كتير، لكن لما تروح الريف مستحيل تلاقي هذا الكلام. الناس بتمشي تشرب سجاير، سواء بقى الناس دول عرب أو غير عرب. المهم كتير قوي من المهاجرين بيبقى عندهم استهتار ومبقاش عندهم احترام للمكان اللي هم موجودين فيه. دي حقيقة لا ننكرها. فبصراحة في أوكرانيا تكسب في موضوع النظافة. في أوكرانيا يا جماعة عشان نبقى عارفين كان في بعض الأماكن بتبقى سيئة جدا من النظافة، ناس معفنة بتيجي ترمي، وخصوصا الحتت اللي هي بتبقى وراء الشاك، المحلات التجارية، في بعض المحطات القطار مثلا أو الأوتوبيس، الناس بتستسهل وبترمي سجاير وبترمي الكلام ده كله. يعني بص واحد سكران هو رمى الإزازة بتاعته، يعني مش مكفي إن هو معفن ومدمن، لا عرفنا كمان بالإزازة بتاعته. بس أدي القصة. الراجل اللي هو راكب العربيه الحمراء دي، الاودي دي، الراجل تقريبا لسه شاريها من المعرض ده دون، فبيخرج بيها، بيحاول يخرج، مش عارف يخرج. عاوز اقول له اركن انت يا اسطى بقى وخلينا احنا اللي نخرجها لك، بس طبعا ما تتدخلش مع الناس. طيب الاشياء اللي هي فرق بينها وبين المانيا، او سلبيات او ايجابيات بينها وبين اوكرانيا، قصدي معلش انا قلت المانيا، ان انت هتتدخل في خصوصيات الناس. يعني واحد زي ده مثلا في المانيا هو هتقول له تعالى اركن بس انا هطلع لك العربيه، ممنوع تعمل حاجه زي كده، ما
ممنوع كمان ان انت تلمس عربية، ممنوع تلمس عربية، مالكش دعوة بالحاجة اللي موجودة في الشارع. طيب في اوكرانيا في هذا الكلام؟ اه طبعا في هذا الكلام، ممنوع تركب عربية حد، ممنوع تمسك حاجة حد، ممنوع تمسك تليفون حد، ممنوع تتدخل في حياة حد. الناس ممكن تكسفك، تكسفك قوي. فتقريبا في تعادل في هذا الموضوع صراحة، اوكرانيا والمانيا، احترام الخصوصيات. وده على فكرة من اصل ديننا، من اصل ديننا ان احنا نحترم خصوصيات الناس، من اصل ديننا ان احنا ما نتدخلش في اللي ملناش فيه. في حاجات كتيرة قوي من اصل ديننا، والاسم احنا مسلمين ومتدينين، حاجات كتيرة قوي ما بناخدش بالنا منها وما بنعملهاش، فهمت؟ يعني دي حاجة برضو من ضمن الحاجات واحنا ماشيين بنقولها. ركوب الدراجات هل ليها قوانين هنا في المانيا؟ اه طبعا ليها قوانين. ايه هي القوانين؟ ان انت حضرتك تمشي في مكان مخصص للدراجات اللي هو غالبا بيبقى اللون الاحمر ده، زي الناس دول كده، او في تخطي الاشارات بيبقى بالشكل ده، واخد بالك؟ فالناس بتحترم هذه القواعد وبيخلوا بالهم جدا حتى من اللي ماشي على رجليه. يعني مش معنى ان هو راكب عجلة وان هو ليه اولوية عند السيارة وبعديه كده البني ادمين، ده يديله الحق ان هو يدهوس في الناس او يخبط الناس او يزق الناس بالجدون بتاعه او بالدراجة بتاعته. ممنوع الكلام ده، الناس بتحترم القوانين جدا. مشكلة ان انت تتخانق مع حد، مشكلة ان انت تشتم حد، مشكلة ان انت تتعدى على حد بالقول حتى او بالالفاظ او بحركات الصباع او الحاجات دي كلها ممنوع، القانون هيدي لك اشتراف عليها. يعني تخلي بالك لو انت عايش في اوروبا. طيب في اوكرانيا كان في الكلام ده؟ في المدينه اللي انا كنت موجود فيها ما كانش في اماكن مخصصه قوي للدراجات، كان في طرق شوارع زي كده وفي البركات بتمشي بالدراجه زي ما انت عاوز، فالناس كانت عادي. وكانت المدينه بتاعتي ما ينفعش فيها الدراجه اللي هي العاديه، لان كانت كلها مطالع، والمطالع صعبه جدا ان انت تطلعها بالدراجه. مش عاوزين نضحك على نفسنا، فاحسن حاجه كانت اللي هي الدراجه الكهربائيه اللي انا كنت شاريها، كنت مريح دماغي في هذا الموضوع. عملت حوادث؟ ما عملتش حوادث خالص في اوكرانيا، غير ان انا كنت ماشي واللي هي الموضوع البلاعه وفرت الكاوتش اتخرمت وصلحتها والموضوع انتهى، كان عين ابو سرم اللي خد الخرم. صباح الفل. خليت اخر حاجه بقى الموضوع دوان، عشان الموضوع ده عويز جدا، التعليم في المانيا. التعليم في المانيا اجباري على الجميع، بتتعلم ببلاش، بتتعلم ببلاش لو انت مهاجر. طب لو انت ابن البلد برضو بتتعلم ببلاش انت واولادك في المدارس الابتدائيه حتى سن الثانويه، وبتختار بقى الجامعه بتاعتك سواء الجامعه دي خاصه او جامعه حكوميه، وبتعيش مع الناس هنا، يعني بتدفع في الدراسه بتاعتك اللي هي الجامعيه. طب في اوكرانيا كان نفس القصه برضو، الدراسه مجانا من سن الابتدائي اللي هو دخول المدرسه حتى الصادق كمان اللي هي الحضانه، كان برضو نفس القصه مجانا. وبعد كده بتخش مراحل الابتدائي وبعد كده الثانويه، بيبقى تقريبا فصل واحد كله، قصدي مدرسه واحده كلها عفوا، والموضوع بينتهي. بتيجي عند الجامعه بتتعلم على حساب الدوله، الاوكران بعض منهم كان بيتعلم على حساب الدوله، والمغتربين كلهم والمهاجرين كانوا بيتعلموا على حسابهم. طيب الناس اللي هي كانت معاها اقامات وبتدرس في المانيا دفعت زي الناس اللي جايه من بره اوكرانيا عفوا، عمال اقول المانيا، المهم الناس دي دفعت وهي في اوكرانيا اكتر، اه دفعوا اكتر وبالدولار، كانت الدراسه او اقل دراسه زي ما بيقولوا كانت ما بين ال 5000 دولار وال 6000 دولار، مع ان كانت الجامعات بتاخد بالجريفن، ففرق العمله ده كان بينط جوه جيب بعض الناس. بقى مش عايز احكي في هذه القصه، ولكن التعليم كان جيد جدا، وفي المانيا التعليم جيد وعلى اعلى مستوى، فهمت؟ يعني ده تقريبا حاجات اللي انا فاكرها مقارنه بين المانيا واوكرانيا، ولو اني مفيش وجه مقارنة بين الدولتين، دي دولة عظمى وأوكرانيا الله يعينها حتى في حربها على المناجيس في الروس. يعني أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، أتمنى أن أنا أكون قلت بعض الأشياء، لأن أنا ما قلتش كل الأشياء. أنت بقى لو عندك حاجة ممكن تزودها حضرتك في تعليق كلنا نستفيد، أهلا وسهلا بحضرتك، تنور وتشرف بيتك ومطرحك. يلا بينا على البيت. طيب أنتوا مش هتيجوا معايا البيت دلوقتي، لازم أقول لكم أشوفكم على خير، خلي بالكم من نفسكم العرب، السلام عليكم.